هل هذا حديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين، وما معناه؟ يعني كل ما أطال القيام وأطال قراءة القرآن فهو أفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة آل عمران، قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة أو في ركعتين، يطيل القراءة حتى تورمت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. نعم.